بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا حبايب بإذن الله بصور لكم محل روائع لازوردي. هذا المحل يا حبايبي يحتوي إكسسوارات وعطور، عندهم أيضا بخور، عندهم بكلات شعر، عندهم بوكسات هدايا حبايبي. طبعا محل روائع لازوردي مكة المكرمة العتيبية شارع الأندلس. تعالوا ندخل نشوف الأسعار. طيب يا حبايبي نبدأ من هذا القسم، تفضلي أخي. ايش عندنا هنا؟ هنا متوفرة عندنا خمريات للمسك والجسم، جميع الروائح شرقية ومسكات وعود. ايوه ناخذ مثلا، عندك هنا خمرية مشاكل عبارة عن عطر فرنسي هادي، الربع التولة تبدأ من 10 ريال جميع الروائح الفرنسية. يا حبايبي ربع تولة زي كذا يعبي لك هو مثلا من ذا العطر مشاكل، يعني تبدأ من كم؟ 10 ريال. 10 ريال يا حبايبي هذه الربع تولة بالنسبة للعطور الفرنسية، كل العطور الفرنسية. كل العطور الفرنسية. طيب والحين ننتقل الى المسك، في جميع انواع المسك، مسك الرمان، ايوه مسك التوت، مسك البودر، 6 انواع مسك. طيب تبدا اسعارها الربع التوله ب 15 ريال زي كذا يا حبايبي، هذه ربع توله ب 15 ريال من اي نوع من انواع المسك. طيب تفضل العود. القسم الاخير اللي هو العود، في العود الكمبودي، في عود الشيوخ، في جذور العود. ايوه اكثر من نوع للعود. طيب تبدا اسعارها ربع التوله ب 50 ريال. هذه ربع التوله يا حبايبي ابدا سعرها بالنسبه لانواع العود 50 ريال. خلاص حبايبي تعالوا نشوف شيء ثاني. طيب يا حبايبي نشوف القسم الثاني، تفضلي اخي. هنا عندكم شركه باريس منزله 4 اصناف خاصه فيها، عباره عن ميكسات رجالي ونسائي. ايوه اسعارها كانت 100 والحين خصم عليها الى 50 ريال. 50 والعرض ريال القوي انك تاخذ 2 الثالث تحصل عليها هديه مجانيه. خلاص يا حبايبي تاخذ 2 تحصلي على 1 مجانا ب 100 ريال. 100 ريال بس. طيب ازاي بقاروره واحده؟ القاروره الواحده تبدا ب 40 ريال نحسبها لها. خلاص حبايبي علشانكم 40 ريال، تفضل. هنا القرشي للعود. طيب حبايبي ترتيبات بجميع الروائح، اجمل احساس، درع ثلاث خمسات، ليزي سويتي، بربري هير، كسر العود، اكثر من 20 رائحه، مسكات كامل، 3 ب 100 وتحصل عليه هديه معطر جسم. معطر جسم هديه بعد كل. شوفي حبايبي اذا طلبتي 3 حبات يعطوك هي ب 100 ريال زائد هذا المعطر للجسم. هذا المعطر موجود منه كذا رائحه ولا رائحه واحده؟ 4 روائح ومجانا نقدم هدايا مع كل 3 عطور. 4 روائح حبايبي تختاري هديتك بنفسك من معطرات الجسم. مع كل عرض يعطوكم هذا المعطر للجسم. خلاص حبايبي 100 ريال 3 قوارير من العطر. طيب يا حبايبي شوفوا عندنا هذا القسم، قسم كبير للعطور الفرنسية. هذه عطور يا حبايبي عطور أصلية، شوفوا كده أنواع مختلفة من العطور. طيب خلاص حبايبي عطور فرنسية أصلية، تفضلي أخي ايش تبي تقول لنا عنها؟ هنا العرض تبدأ أسعارها القارورة اللي ب 100 ريال تاخذ الثانية ب 50 ريال، يعني يصير الاثنين ب 150، الحبة ب 100 والاثنين ب 150 على قسمين من العطور. شركة لمير منزله عرض اللي عطرها 300 تاخذي 50% 150 ريال على جميع شركه لمير الفرنسيه. والعطورات الفرنسيه الخاصه المعروفه اسعارها تاخذ الحبه ب 100 والاثنين ب 100. خلاص حبايبي حبه ب 100 واذا تبغي اثنين تاخذيها ب 150، شايفين الخصم. بالنسبه للشركه الثانيه نعدهم العرض حق الشركه الثانيه لمير 50% العرض، خصم 50% يا حبايبي. هي مثلا العبوه ب 300 ريال تاخذيها ب 150 يصير ب 150 ريال يا حبايبي بالنسبه لهذه الشركه. شوف يا حبايبي هنا عندنا ركن البخور، انواع مختلفه من البخور، لكن عندنا هنا شيء خاص. تفضلي اخي ايش تبي تقول لنا عن البخور الخاص؟ البخور الخاص خاص فينا. ايوه عباره عن عود معتق طبيعي 100%. هذا البخور خاص بمحل روائع لازوردي. خلاص يا حبايبي تفضل تاخذ هذه الحبه ب 30 والعرض حبتين ب 50 ريال. اذا تاخذي حبه يا حبايبي ب 30 ريال، تاخذي 2 يصير سعرهم 50 ريال. طيب شوفوا يا حبايبي هنا عندنا بوكسات عطور. خلاص يا حبايبي هذه تنفع هدايا. شوفوا عندنا هذا البوكس الاول يا حبايبي 3 عطور، عندنا خمريتين زي ما انتم شايفين، وعندنا كمان هنا بخور. خلاص حبايبي ايش رايكم في ذا العرض الحلو ومع في ذا البوكس الانيق؟ شوفوا كمان كده لمة حبايبي اطايب الشيوخ. هنا يا حبايبي سعر البوكس هذا
100 ريال، تبغي تاخذي بوكسين حيخلوا لك هي ب 150. خلاص يا حبايبي، وهنا ايضا تختلف نوع يعني الاشياء الموجوده في البوكسات. شوفوا في بعضها كمان يا حبايبي عود، في بعضها عطور فرنسيه، كلها نفس السعر 100 ريال يا حبايبي على اي بوكس من هذه البوكسات. شو يا حبايبي، مثلا هذا البوكس تختلف المكونات زي ما اقول لكم، لكن السعر واحد 100 ريال لاي بوكس يا حبايبي من هذه البوكسات. شوفوا مثلا زي هذا البوكس حلو، اهداء خاص لاغلى الناس، احببناكم فاهديناكم 100 ريال. اذا اخذتي بوكسين حتى لو كانوا مختلفين يا حبايبي، مو لازم يكون نفس البوكس مثلا هذا تاخذي واحد ثاني، لا ممكن تختاري اي بوكس من هذه البوكسات، يصير تدفعي مو 200، تدفعي 150 ريال فقط. شوفوا ايضا هذا البوكس مكونات مختلفة، هنا كمان يا حبايبي في بخور وفي ثلاث عطور ومخمريتين. خلاص حبايبي 100 ريال ايضا. شوفوا حبايبي انتقلنا لقسم الاكسسوارات. شوفوا هنا يا حبايبي عندنا خواتم وعندنا بناجر، يعني اشياء متنوعة يا حبايبي، زيركون وبديل الذهب. شوفوا حبايبي كده في بعضها ماركات عالمية، استعرضها معاكم بالكاميرا ونشوف بعض الاسعار باذن الله. تفضلي اخي. هنا عندك الخواتم زيركون ضمان سنة كاملة على اللون وعلى الفصوص، ما تروح نهائيا، سعرها تبدا من 20 و25 ضمان سنة. 25. طب معلش انا اوريهم بعض التصاميم عن قرب. شوفي حبايبي ضمان سنة، تبدا الاسعار على الزيركون من 20 ل25 ريال يا حبايبي. هذه بيقول لكم انها ما تتاثر بالعطور. شوفوا طبعا تصاميم، الكثير من التصاميم. شوفوا حبايبي كده، شوفوا كده، سوري حبايبي، هذا التصميم ايضا، الكثير طبعا من التصاميم. طيب اتفضل. في كمان هنا بديل الذهب، طبعا بديل الذهب. شوفوا بديل الذهب تفضل، سويسري طبعا، هنا السويسري وفي عندنا الصيني عشان تفرقوا بين القطع. هذه تبدا اسعارها على 10 ريال وهذه تبدا اسعارها على الفرنسيه على 20 ريال سويسريه. شوفي حبايبي هنا السويسري بديل الذهب تبدا اسعارها من 20 ريال. من 20 ريال حبايبي. شوفوا تصاميم مختلفه، فانا مقربت لكم الكاميرا عشان لا اطلع شيء واطيح. هنا بالنسبه للصيني على 10 ريال برضه بديل الذهب يا حبايبي، تبدا اسعاره من 10 ريال. الزيركونات كمان صينيه تبدا على 10 ريال. طيب يا حبايبي هنا كمان زيركون صيني ايضا اسعارها تبدا من 10 ريال. شوف التصاميم المختلفه. طيب يا اخي ايش تبي تورينا كمان؟ هنا البناجر، البناجر كمان الفرنسيه وفي الصيني. في حبايبي البناجر صيني وفرنسي، هنا الفرنسي كم هذا؟ الفرنسي بديل الذهب تبدا سعره ب 20 والثلاثه ب 50. طيب واحده ب 20، ثلاثه ب 50 بالنسبه للفرنسي يا حبايبي، خلاص بديل الذهب. طيب تفضل. وهذا الصيني يبدا سعره ب 15 واربعه ب 50. طبعا طيب يا حبايبي الصيني اسعار الوحده تبدا من 15 واربعه ب 50 ريال. طيب الفرق بين الصيني والفرنسي، الصيني يجي اصفر لونه، الفرنسي نفس الذهب، ما في فرق فيه بينه وبين الذهب. خلاص يا حبايبي بالنسبه للفرنسي يبان كانه ذهب، شوفوا لونه كيف، اما الصيني شوفوا اللون. طبعا احنا ما نحب هذا اللون صراحه، احنا نحب يعني عندنا في المنطقه هنا في منطقه الخليج يحب هذا اللون، ولا انتم ايش رايكم؟ خلاص يا حبايبي الفرنسي تبدا اسعاره من 20 ريال للوحده، ثلاثة ب 50 ريال. الصيني تبدا الحبه من 15 ريال حبايبي، اربع حبات ب 50 ريال. ماركات. في حبايبي هنا بالنسبة للأساور تفضل. هنا الزيركون وماركات، عرض على أي قطعة. أيوه. حبة ب20 والثلاثة ب50. بس حبايبي حبة من هنا ب20 وثلاثة ب50 ريال. تفضل. ماركات سينستيل بديل ذهب كلها نفس، هذه كلها نفس العرض. خلاص حبة ب20 ثلاثة ب50 ريال. شوف حبايبي أوريكم بس التصاميم، شوفوا أنا مرة عجبني ذا التصميم، إيش رأيكم فيه؟ طبعا في بعضها يا حبايبي بتكون ايش؟ بتكون لون واحد مثلا اللون الفضي وهذه الفصوص عليها، في بعضها يا حبايبي فصوص ملونه زي ما انتم شايفين كده. اوريكم كمان بعض التصاميم، شوف حبايبي بعضها تجيكم بهذا الشكل اللي يحبوا هذه الاشياء، اللون الذهبي ايضا. شوفوا حبايبي طيب يا حبايبي شوفوا هذا الركن، هنا اكسسوارات يا حبايبي، اطقم اكسسوارات نسائية بديل الذهب وايضا زيركون. تفضلي اخي.
هنا في بديل ذهب كامل وفي الزيركون درجة أولى طبعا ضمان على ما يتغير لمدة سنة كاملة. تفضل. هذه بالقسم النسائي طبعا. طيب ايش اسعارها؟ اسعارها عندنا كانت اول 85 الحين نازل عرضها الى 45 ريال. بس حبايبي كانت 85 والحين نازل الى 45 الان الى شوفوا 85 كانت الحين 45 ريال يا حبايبي للطقم الواحد. هنا الطقم يحتوي على الحلد و سلسلة وخاتم. وخاتم كل الاطقم زي كده نفس كده كلها ان شاء الله. خلاص حبايبي شوفوا هذا التصاميم، اوريكم بعض التصاميم حبايبي. نزل سعره من 85 ريال الى 45 ريال بالنسبه لهذا الركن، هذه اطقم نسائيه. تعالوا نشوف ايضا اطقم بناتي ونشوف الشواكل كمان. شوفوا حبايبي هنا يا حبايبي هذه القلادات يقولوا عليها شواكر، زي ما انتم شايفين هي عباره عن قلاده. تفضلي اخي. هذا شوكر خناق طبعا، منها زيركون ومنها بديل الذهب. حبايبي كانت قبل كذا سعرها 40 ريال. شوفي حبايبي السعر. والحين تاخذوها على 20 ريال، طبعا في بديل ذهب في زيركون، اصليه درجه اولى. اصليه درجه اولى يا حبايبي كان سعرها 40 ريال لهذه القلاده الوحده، يقولوا عليها شواكر. صار سعرها 20 ريال. خلاص حبايبي في بعضها بديل ذهب وفي بعضها زيركون. تعالوا نشوف الاطقم البناتي. شوفي حبايبي هنا هذا الركن أطقم بناتي. شوفي حبايبي تصاميم مختلفة، طبعا عندنا بديل ذهب وعندنا زيركون. تفضل. الحين شوفوا كذا القسم البناتي، طبعا في هذا بديل ذهب اللي عبارة عن السبايك. أيوة. وفي عندنا زيركونات وفي عندنا للأطفال اللي هو ميكي موز، صور عبارة عن ميكي موز. البنات الأصغر سنا تفضل. هذه الميكي موز عندك ثلاثة أشكال منها ونازل عرضها على 15 ريال، طبعاً بديل الذهب نازل عرضها على 35 والزيركونات نازل عرضها على 25، جميع الأسعار موجودة عندنا متوفرين جميع الأسعار. طيب نعد لهم بس هذه الميكي موز يا حبايبي، شوفوا هذه البنات اللي مرة صغار حلوة لهم. شوفي حبايبي بدير لكم واحدة في كذا نقشة وكذا لون، تفضل كم صار سعرها؟ هذا الحين نازل سعرها ل 15 ريال. 15 ريال نقول لهم إيش محتوياتها؟ محتوياتها خاتم وسلسال وحلق. خلاص حبايبي في الميكي موز وفي لولو كاتي وفي لولو كاتي كمان يا حبايبي. شوفوا هنا شوفوا شو كده، والله الإضاءة قوية اعتذر منكم. شوفوا حبايبي بس بوريكم التصميم أيضا محتوياتها سلسال وحلق وخاتم. خلاص حبايبي 15 ريال لهذا الطقم للبنات الصغار يا حبايبي. طب نقول لهم مثلا هذا بديل الذهب وهذا الزيركون. طيب بديل الذهب كم صار سعره؟ السعر الحين 35، طبعا يحتوي على سلسال وحلق واليد الجريحه، الكفه الجريحه عباره عن اسوره مع خاتم. بس حبايبي يعني طقم كامل صار سعره 35 ريال. 35 ريال كان سعره كم؟ 70. 70 ريال. طيب ايش بتورينا كمان؟ هنا الزيركونات. زيركونات ناعمه بناتيه. طيب حبايبي الاطقم البناتي هذه الناعمه طبعا كم صار سعرها؟ عرضها كانت 50 والحين 25 ريال. الحين حبايبي صارت 25، قبل كانت 50 ريال. خلاص حبايبي تصاميم مختلفة، طقم كامل زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف شيء ثاني. شوفي حبايبي بالنسبة لهذا الركن يا حبايبي، طبعا مو كل الحريم يحبوا الأشياء اللي يعني الكبيرة والدفشة. هنا يا حبايبي في عندنا أطقم ناعمة للنساء، أطقم مختلفة. تفضلي يا أخي. هذا أطقم مختلفة، في منها جاية عبارة عن سلسال وحلق وفي منها مكتملة سلسال وحلق خاتم، طبعا كلها بديل الذهب. أيوة. ما يتغير ألوانها. وفي منها القسم اللي هنا أشياء جاية على شواكر عريضة. شوفي حبايبي ممكن تكون سلسال فقط صح؟ سلسال فقط عريض خفين. أيوة. بديل ذهب طبعا ضمان على اللون، كانت أول سعرها ب 80 ريال. شوفي حبايبي السعر كان 80 ريال والحين نزلناه إلى 40 ريال. الحين صار سعرها شوفوا كيف 40 ريال زي ما انتم شايفين حبايبي. خلاص شوفوا كده يعني عندنا تصاميم مختلفة. خلاص يا حبايبي شوفوا كده يعني اغلبها يا حبايبي تيجي معاها حلق سلسال وحلق، بعضها بتكون سلسال فقط. شوفوا هنا كمان ايضا هنا سلسال يا حبايبي زي ما انتم شايفين، صار سعرها 40 ريال يا حبايبي لأي قطعة من هذه القطع. تعالوا نشوف المزيد من الإكسسوارات. شوفي حبايبي هنا هذا الركن، شوفوا هذه القلادات، بوريكم بالكاميرا كده التصاميم مختلفة. تفضلي أخي.
هذه عبارة عن مزانط بديلة الذهب، في منها الملونة وفي منها السادة، منها الجنيهات، كانت قبل كده ب 95 ونزلت سعرها إلى 70 والناعمة إلى 50 ريال. خلاص حبايبي كانت سعرها 95 نزلت إلى 70 ريال. نزلت 70 والناعمة بيقول لكم ب 50 ريال. حبايبي التصاميم تصاميم مختلفة زي ما أنتم شايفين، بعضها جنيهات، التصاميم الحلوة، هنا شوية أنعم. خلاص حبايبي شوفوا كده اللي يبغوا شيء كده أفخم، شوفوا طبعا تصاميم مختلفة عشان تناسب كل أذواقكم. هنا فوق يا حبايبي عليها كده صوص ملونة حبايبي زي هذا القضم، كانت ب 95 نزلت ب 70 ريال، والناعم منها حيكون بإذن الله ب 50 ريال. تشرفونا إن شاء الله في محل روائع لا ذربي وسوف تجدون ما يسركم. طيب يا حبايبي هنا عندنا سلاسل من شركة ديور. بالنسبة للرف الأول يا حبايبي هنا تفضل، كل هذا عبارة عن بديل ذهب. بديل ذهب يا حبايبي، هذا ما تتغير ألوانه، شوف التصاميم المختلفة، تصاميم صراحة مرة حلوة، شوفوا بعضها كده ناعمة زي هذه عشان تناسب يا حبايبي كل أذواقكم. تفضل يا أخي، كم سعرها؟ موجود الحين سعرها نازل إلى 30 ريال من شركة ديور، ضمان سنة ما تغير اللون يا حبايبي، ضمان سنة ما يتغير لونها، ما تتأثر بشيء، هذه يعني لا تستخسروها صراحة مرة حلوة، تصاميمها مرة حلوة، أسعارها يعني كمان سعرها 30 ريال مرة يعني صراحة سعر زهيد يعني بالنسبة لإنها ما تتغير ألوانها. طيب نشوف القسم الثاني. هنا عبارة عن سلاسل سحبة تلتبس سلسال حلق خناق وتلتبس طويلة، عبارة عن زيليكونات درجة أولى من شركة ديور. في حبايبي هنا أيضا زيليكون سلسال وبنفس الوقت تلتبس على خناق، سلسال يا حبايبي طويل وممكن يعني يصير يعني على حجم رقبتك، خناق زي ما بيقول. طيب ايش اسعارها هنا؟ اسعارها الحين نازله على 20 ريال. 20 ريال يا حبايبي لهذه السلاسل. طيب ايش عندنا كمان؟ هذه سلاسل زيركون. سلاسل زيركون زي ما انتم شايفين يا حبايبي، هذه الفصوص تصاميم مختلفة زي ما انتم شايفين. حبايبي كم اسعارها هنا؟ هذه الحين نازله اسعارها الى 15 ريال. 15 ريال يا حبايبي، شوفوا ضمان على اللون. يعني شوفوا كده ضمان على اللون ايضا. شوف تصاميمها جدا رقيقة، شوفي حبايبي هنا ايش رايكم فيها؟ 15 ريال ايضا لأي سلسال من هذه السلاسل. شوف حبايبي بالنسبة لهنا هذه نقلها فانك ليف، نازي عليها عرض يا حبايبي، اي سلسال كده ب 10 ريال، اي ماركة، ماركة فانك ليف، كيري بورش، لويستون، كلها على 10 ريال حبايبي، مختلف التصاميم 10 ريال يعني، بس انت ابعدي عن العطور وهو حيبقى محتفظ بلونه باذن الله. في بعضها حبايبي باللون الفضي وفي بعض السلاسل باللون الذهبي زي ما انتم شايفين. طيب يا حبايبي شوفوها عندنا هنا قسم الحلقان، اشياء متنوعه يا حبايبي، اسعار ايضا مختلفه. اصور لكم اول شيء الزيركون من هنا يا حبايبي، اي طقم كده ب 20 ريال يا حبايبي هذا الزيركون، شوفوا شوفوا كده، في بعضها يا حبايبي تكون مجموعة مجموعة حلقان زي ما انتم شايفين كده. خلاص حبايبي أيا كان اللي على المغلف شوفوا، وهنا 20 ريال يا حبايبي، هذا كله زيركون، بعضه ذهبي وفي بعضه فضي كمان. هنا شوفوا بوريكم المزيد من التصاميم، شوف حبايبي 20 ريال ايضا، كمان هنا ايضا يا حبايبي شوفوا 20 ريال في اشياء زي كده ناعمه، شوفوا كده 20 ريال، هذا ايضا كمان، هذه كلها زيركون 20 ريال. طيب يا حبايبي بدي اوريكم مجموعه اخرى، هنا يا حبايبي تبدأ من 10 من 10 ريال، هذا عليها 10. عروض على 10 ريال، في منها زيليكونات درجة أولى، اللهم إن باقي قطعة قطعة، إحنا سوينا فيها تصفية على 10 ريال، وهذه سهرة كانت أول على 20 والحين نازلة على 10 ريال. خلاص حبايبي 10 ريال 15 ريال بالنسبة للحلقان اللي في هذه المجموعة. طيب تفضل. وهنا كمان موفرين خلاخل، جميع أنواع الخلاخل، في الزيليكونات وفي السينستيل كلها وفي بديل الذهب، طبعا ما تغير ألوانها، تبدأ سعرها 15 و20 و25. خلاص حبايبي اسعارها 15 و20 و25 بديل الذهب وزيركون وزيركون سيلستين، سيلستين ما يتغير الوان، سيلستين خلاص حبايبي زي هذه صح؟ زي هذه اللي يحبوا الخلاخل يا حبايبي، يحبوا الشياكه الزايده، يلا دلعوا نفسكم
15 ريال و20 و25 ريال بالنسبة لأسعار الخلاخل. شوف يا حبايبي هنا قسم الأساور، أساور مختلفة. هنا يا حبايبي الزيركون، أي قطعة يا حبايبي هنا سعرها حيكون ب 20 ريال. شوف يا حبايبي هذه سحبة، يقولوا لها سحبة يعني إيه؟ يعني تقدري أنتِ كده تضيقيها على قد معصمك. خلاص حبايبي انتوا شايفين طبعا تصاميم مختلفة، 20 ريال حبايبي لأي سوارة من دي الأساور. شوفوا أيضا أشياء كده ناعمة، طبعا تصاميم مختلفة حبايبي عشان تناسب كل أذواقكم. شوفوا كده 20 ريال هذه السحبة. أوريكم أيضا هذا التصميم الرقيق، إيش رأيكم فيه؟ تصميم جدا رقيق، أغلبها يا حبايبي أشياء يعني جدا ناعمة. شوفوا هنا كمان فيونكة الحلوة دي 20 ريال لأي إسبرة من الزيركون. شوفوا يا حبايبي هنا عندنا قسم آخر من الأساور، شوفوا كده طبعا تصاميم مختلفة وكمان الأسعار هنا يا حبايبي مختلفة. شوفوا كده مرلكم الكاميرا كالعادة مجموعة كبيرة من الأساور تصاميم مختلفة. تفضلي أخي ايش تبي تقول لنا عنها؟ هذه عبارة عن أساور 2 في 1، تلتبس إسورة وتلتبس خلخال، كلها أساور ناعمة، تصميمات عبد الغني للذهب، تصميمات الرميزان وتصميمات الكوهجي. ما شاء الله، شايفين كيف يا حبايبي؟ المصممين أبدعوا في التصميم، يعني كأنك لابسة ذهب، بيقول لكم إنه هذه ممكن تتلبس إسورة أو تتلبس خلخال. هنا ايش اسعارها يا اخي؟ هنا اسعار على 15 ريال طبعا، وفي منها باشكال الماركات زي كذا، هذه الارمني في حبايبي بعضها يعني اشكال ماركات، ارمني في ديور في جوتشي، جميع الماركات متوفره باذن الله. تصاميم الماركات يا حبايبي تفضل، ونازل اسعارها الحين على 15 ريال على اي نوع من هذه الاساور. 15 ريال حبايبي لاي اسوره من هذه الاساور. خلاص حبايبي تعالوا نشوف شيء ثاني. هنا يا حبايبي بالنسبه لهذا الركن عندنا مجموعة جديدة من الأساور، شوفوا كده أشكال مختلفة أيضا. المغلف يا حبايبي يحتوي على قطع مختلفة، أسعار مختلفة. تفضلي أخي. هنا في الأساور القفل، يديك أساور مسكة. أيوة. وفي كمان فضل. هنا من شركة، لحظة نوريهم هذه عدة أشكال طبعا، هذا أساور لسيعة أشكال. أيوة. في حبايبي تصاميم مختلفة. طيب وفي منها هذه جديدة نازلة من شركة ستايل، عبارة عن 6 قطع، 3 مطات تلتبس كخلخال و3 تلتبس إسورة ربط. شوفي حبايبي هذه من المطاط، 3 منها تتلبس خلخال و3 منها تلتبس ربطة يد، و3 تتلبس للأساور لليد. طيب نفس الصورة اللي هنا من شركة ستايل طبعا. خلاص حبايبي شركة ستايل كم سعرها هنا؟ هذه نازلة عرضها الحين 15 ريال، أي نوع من الأساور هنا على 15 ريال. هنا يا حبايبي أي إسورة ورينا لكم هي، شوفوا أي مغلف زي كذا حبايبي 15 ريال خلاص ايا كان. شوفوا لدينا اساور بناتي ونسائي وشبابي، اسعارها تبدا على 15 ريال اسوره مع خاتم. شوفوا حبايبي زي هذا الطقم اسوره مع خاتم بناتي، اسعارها من 15 ريال. شوفوا كده يا حبايبي هنا كمان اللون الفضي، شوفوا كده اللون الفضي. تفضل بتورينا شيء. في هنا بناتي كمان نازله جاي لليد الجريحه، وهذا عندك اسوره مع خاتم نازل عرضها كمان 15 ريال، كلها زيركونات. شوفي حبايبي هذه زيركونات بناتي، شوفوا هذه يقولوا لها اليد الجريحه عشان الخاتم مع الاسوره متصل. خلاص حبايبي 15 ريال اي اسوره من هذه الاساور سواء كانت حريمي او بناتي. شوفي حبايبي هنا عندنا ركن الساعات، زي ما انتم شايفين هذه كلها ساعات نسائيه حبايبي، مجموعة طيبة منها تصاميم مختلفة. تفضل شو بتقول لنا عنها؟ هنا الساعات في عندك ماركة ليتر ضمان 3 سنوات. طيب. وفي ماركة زايروس ضمان سنة كاملة. طبعا اسعارنا تبدا من 70 ريال الى 95 ريال. ميزة الساعة ان احنا نضمن لون وماكينة وموية. خلاص يا حبايبي اذا الساعات بعضها بتكون اسعارها كم؟ 95 3 سنوات ضمانها. 95 ضمانها 3 سنوات. طيب اشياء اسعارها 60 و70 ضمان سنه كامله. خلاص حبايبي بعضها ضمانها يعني سنه كامله اسعارها 60 و70 ريال. حبايبي شوف تصاميم مختلفه زي ما انتم شايفين. شوف حبايبي بعض الاشياء عن قرب، شوفوا كده هذه كلها تصاميم ساعات نسائيه. شوفوا زي ما انتم شايفين كده بس. خلاص حبايبي شوف حبايبي هنا كمان اوريكم التصاميم الموجوده. بس حبايبي زي ما قلنا لكم
بعضها ضمانها 3 سنوات وبعضها ضمانها سنة واحدة. في هنا تصميم كارتير، تصميم إيجنار، في تصميم الروليكس، في عدة تصاميم ماركات عالمية باسم ليتر إدمار. هنا عندك كارتير المربع، في منها اللون المكس، في منها اللون الذهبي. شوفوا حبايبي زي ما انتم شايفين، سامعين اسماء الشركات اللي انا طبعا ما احفظها. خلاص حبايبي، الاسعار 60 و70 و90 اظن، او 95. خلاص حبايبي، وتعالوا نشوف اقطم الاكسسوارات. شوفوا حبايبي عندنا هنا اقطم من الاكسسوارات، اقطم مختلفة واسعار مختلفة. شوفوا التصاميم، تصاميم طبعا حبايبي مختلفة. هذه تصلح لمناسبات حبايبي. شوفوا كده، شوفوا حبايبي هنا الكثير من التصاميم، بعضها زيركون، في بعضها بديل الذهب. استعرضها معاكم ونشوف ان الله اسعارها. شوفوا هنا يا حبايبي كمان، هنا بديل الذهب، هذه اللي فوق. شوفوا حبايبي هنا، هذه زيركون، يعني هي أقطم كاملة حبايبي. هذه تصلح للمناسبات والسهرات. طيب تفضلي أخي. هنا عندنا هذه الزيركونات دقة الماس، طبعا كلها تصميمات المعلم، تصميمات العثيم، كلها عبارة عن دقة الماس. دقة الماس، ضمان سنة على الكريستال، على الزيركون، على اللون، ما يتغير اللون. ضمان سنة حبايبي على اللون، ما يتغير لونها، وعلى الفصوص ما تطيح. وعلى الفصوص يا حبايبي إنها ما تطيح. كم سعرها هنا؟ الحين نازل عرضها هذه على 300 ريال. حبايبي كم كان سعرها اول؟ 650 ريال، 540، الحين نازل على 300 ريال. الحين حبايبي صار سعرها 300 ريال، اللي هي دقة الألماس. بالنسبة للزيركون العادي هذا نازل عرضه الى 85 ريال. في فرق بين دقة الألماس، ايوه، وفي فرق بين الزيركون العادي. الزيركون العادي سعره 85 حبايبي، شوفوا 75. الزيركون هذا نازل سعره 85 ريال، وهنا 75. 75 ريال يا حبايبي. شوفوا الطقم هنا، الطقم كامل، يعني تجيكم قلادة، تجيكم الحلق والخاتم والإسوارة أيضا، صح؟ نعم. بالنسبة لدقة الماس زي كده، أي دقة الماس، دقة الماس حبايبي شوفوا، يأخذونها أصحاب فساتين الأفراح، يأجروها عليكم إيجار ب 200 ريال للعرايس. للعرايس أنا أجيب لك طقم كامل لك أنت ملك 300 ريال. هنا حبايبي يعني شوفوا، العرايس استأجروه أحيانا من بعض الأماكن ب 200 ريال لليلة واحدة. هنا تأخذ الطقم يعني تشتريه ب 300 ريال حبايبي بعض الخصم. هذا يقولوا عليه دقة الألماس. طب نوريهم المزيد من التصاميم. شوف حبايبي أيضا، ايضا هذا الطقم بدوركم هو هنا حبايبي برضو، هذا دقة الالماس 300 ريال حبايبي بعد الخصم. ولا انه يعني تروح تستأجريه ب 200 ريال يعني زي ما بيقول الاخ 200 ريال ليلة واحدة للعروس، لا، خذيه يبقى معاكي ذكرى ب 300 ريال. تعالوا اوريكم ايضا تصميم اخر بدقة الالماس حبايبي. يعني عندنا 4 تصاميم بالنسبة لدقة الالماس زي ما انتم شايفين. هذا التصميم حبايبي ايضا 300 ريال. هنا حبايبي ايضا هذا التصميم، حاولوا ان تكون الصوره واضحه، 300 ريال ايضا يا حبايبي لهذا التصميم. هذه دقه الالماس زي ما قلنا لكم. شوف حبايبي هنا هذه زيركون، وريكم كذا تصميم. قال لكم 85 و75. طيب هذا ايضا يا حبايبي مره حلو هذا تصميمه كمان. ايش كمان هنا زيركون، هذا زيركون، هذا كمان نازل نفس العرض 85 ريال حبايبي. شوفوا هذا مره يعني فخم صراحه، 85 ريال ايضا لهذا الطقم. كمان عندنا هنا تصميم حبايبي للزيركون، كم سعره هنا؟ نفس الحكايه 85 ريال. 85 ريال حبايبي. شوفوا طقم كامل، اسواره وخاتم والقلاده والحلق. في حبايبي بالنسبه لهذه الاطقم، هذه نقل لها كريستالات. شوفوا حبايبي أطقم كاملة، يعني سوارة تجيكم وسلسلة وحلق وخاتم. شوفوا في بعضها باللون الذهبي حبايبي، في بعضها باللون الفضي، تصاميم مختلفة زي ما انتم شايفين هنا. شوفوا حبايبي عشان كالعادة تناسب كل أذواقكم، إن شاء الله يكون التصوير واضح معاكم. طيب تفضلي أخي قول لنا على أسعارها. أسعارها هذه تبدأ 60 و70، وفي منها أشياء نواعم زي كذا، هذا تبدأ أسعارها 45، نزين عليها عرض 45 45 45. إذا أسعار حبايبي تبدأ من 45 إلى 70 ريال. خلاص حبايبي،
الطقم من هذه الأطقم. أيضا عندنا ده طقم كريستالي حبايبي، نازل عرضه إلى 45 ريال، نازل عرضه إلى 45 ريال حبايبي. هنا طقم كامل زي ما أنتوا شايفين، تفضل. طيب يا حبايبي، بدي أقول لكم أيضا إنه محل روائع لازوردي تتوفر عندهم خدمة البيع أونلاين، عندهم توصيل داخل مكة. لو وصلت فاتورتك لمية وخمسين ريال تاخذ التوصيل مجاني داخل مكة، بالنسبة للشحن خارج مكة على حساب الزبون. خلاص حبايبي، شوفوا الرقم معاكم، تواصلوا مع المسؤولين في محل لازوردي مكة المكرمة العتيبية شارع الأندلس، زي ما انتم شايفين الرقم واضح أمامكم. خلاص حبايبي، يا رب تكون جولة اليوم حبايبي عجبتكم في محل روائع لازوردي. إن شاء الله تزوروا المحل، تستفيدوا من العروض الموجودة فيه. جزاكم الله خير على المتابعة يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني بلايك وشير. خلاص حبايبي، اشتركوا في القناة لو عجبتكم. خلاص حبايبي، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.